ما وتسجل اهداف. ويمكن انا اتكلمت قبل الاستوديو ان مطالب انك تبعد عن المدافع، كابتن وليد اتكلم واداله نصايح، حضرتك اتكلمت واديت نصايح، النهارده عمل بكل النصايح اكنه كان سمعنا واحنا بنتكلم في الاستوديو. اشتغل صح جدا، لعب على المرمى، اتحرك بشكل كويس جدا، الفرص اللي جات له سجلها، يعني جاله فرصتين هدفين، اشتغل كمان على الاجناب بشكل جيد جدا. موسيماني ليه بصمته وليه شكله، يمكن تحضير الهجمه من تحت وبدايه الهجمه اتعمل بشكل جيد جدا، اتكررت اكتر من مره، مدي اللعيبه ثقه انها تتعامل تتحرك براحتها، يمكن الظروف كمان مساعداه انه فاز ببطوله الدوري.